بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 33، كتاب الجهاد والسير، الباب الرابع، باب تحريم الغدر. والغدر عكس الوفاء بالعهد، فالغدر هو عدم الوفاء بالعهد والشروط والعقود، هذا كله يسمى غدر. والغدر من الكبائر، حرام من الكبائر. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 27 بعد 604,000، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة حاء قال وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان، يعني يفضح ربنا يوم القيامة. اللواء هي الشارة والعلامة والراية العالية، فكل من غدر يأتي يوم القيامة وفوقه راية تعلن لأهل الموقف أنه كان غدر بفلان ابن فلان، يعني بمن عاهده أو عاقده أو وعده. يرفع لكل غادر لواء، يعني راية للإشهار به والتشهير والفضيحة. فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان، وهذه الراية مكتوب عليها كمان غدرة فلان ابن فلان، يعني هذا غدر بفلان وهذا غدر بفلان. عشان كده من أسماء يوم القيامة الفاضحة، قالوا كده الفاضحة من أسمائها، فربنا ينجينا ويسترنا دنيا وأخرى، نحن وأحبابنا ومشايخنا وسائر المسلمين. وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة فيقال ألا هذه غدرة فلان. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لكل غادر لواء يوم القيامة، لكل غادر لواء يوم القيامة.
وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حا قال وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر كلاهما يعني ابن جعفر كلاهما عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل حا قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن شعبة في هذا الإسناد وليس في حديث عبد الرحمن يقال هذه غدرة فلان. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن خليد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. واسته دبره يعني استهزاء به واستهتارا بحاله واستحقارا لحاله، فهو لواء فضيحة وليس لواء شرف. قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا المستمر بن زريان قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. يعني أعظم غدر أنه يتولى إمرة المسلمين ثم يغدر فلا ينصح لهم ويخنهم في أمانة رعايته وأمانة ما استودعوه أن يعدل بينهم. دي أعظم غدرة. إيه الغدرة الكبيرة؟ غدر أمير عامة، يعني أمير عامة المسلمين. لكن إيه الرجل الذي يأخذ المرأة بكلمة الله فيسيء إليها فيعاملها معاملة، يبقى غدر، غدر بمقتضى عهد الزواج عقد الزواج، يبقى غادر برضه، ويبقى غدرته لإيه؟ لآل فلان اللي هم إيه أقارب زوجته، أبوها وأخوها اللي هم زوجوا أختهم أو بنتهم، ثم بعد ذلك غدر بها فأساء معاملته، يبقى غادر برضه، بس ده على مستوى الأسرة. والأمير العامة على مستوى الإيه؟ الدولة، وعلى مستوى البلدة الكبيرة، وكذلك على مستوى العمل الواحد. إذا كنت أمينا في شركة أو في عمل ثم غدرت بمقتضيات هذا العقد الذي بينك وبين العمل تسمى غدر أيضا. فكل واحد هياخد غدرته على حسب إيه؟ دائرة غدره، فقد تضيق دائرة الغدر وقد تتسع. فهم؟ فأعظم غدر ليه؟ لأن غدرته تصيب ملايين من الناس، هو أمير العام.
يعني لو واحد غدر غدرته تصيب واحد او اتنين او تلاتة او خمسة، مش زي واحد غدرته تصيب ملايين مليانة من البشر. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اعظم ايه ولا غادر اعظم غدرا من امير عامة، يعني تولى امر عامة المسلمين ثم غدر بهم بعد ذلك، فعمل لمصلحته دون مصلحتهم وخانهم في الامانة. وكذلك كل قائد سرية في جيش او كل قائد كتيبة في جيش يغدر بالجنود فيردهم المهالك ويجلس هو في مكانه امنا، يبقى غدر، لانه مسؤوليته ان يحافظ على جنده. وكذلك كل واحد في مجاله، والطبيب مع الايه مع مرضاه، ان لم يحافظ على مرضاه يكون غدر بمقتضى العقد بينه وبين مريضه، لان مريضه ينتظر منه النصح فلا يقدم له النصح ويقصر يكون غادر. فالغدر كلمة كبيرة واسعة تشمل كل شيء. وعند معصيتك لربك تسمى غادر، لأنك غدرت بعهدي ألست بربكم، فقلت بلى، فنقضت هذا العهد، فعبد من دونه شهوته وهواه وأطاع نفسه وعصى مولاه، كل ده اسمه غدر. فنسأل الله أن ينجينا من كل مظاهر هذا الغدر. والنبي كان أوفى الناس صلى الله عليه وسلم مع الله ومع النفس ومع الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. باب جواز الخداع في الحرب. وعنه به قال: وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمر الناقد وزهير بن حرب، واللفظ لعلي وزهير، قال علي أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة وخدعة وخدعة، يعني تنفع بفتح الخاء والدال، وتنفع بفتح الخاء وفتح الدال، وتنفع بضم الخاء، كل دي لغات صحيحة. الحرب خدعة، يعني تحتمل ايه؟ ان تمكر بعدوك فتوهمه بفعل شيء وتفعل خلافه، اللي هي ايه؟ كل ما يفعله الجنود والجيوش في خداع بعضهم البعض، فيخفي تحركاته او عند اسر بعض الاسرى فلا يعترف كمال الاعتراف، بل له ان يعني يكذب ولا يخبر العدو بايه؟ بالحقائق. هل يكذب كذب صريح ام يستعمل التورية؟ الراجح عند الشافعية انه يستعمل التورية ولا يكذب الكذب الصحيح الصريح، يستعمل التورية. وبعض العلماء من غير المسلمين قالوا له ان يكذب الكذب الصريح حماية للمسلمين ان ضاق به الامر، ولكن الاولى أن يستعمل التورية، يعني يقول كلمة تحتمل معنيين، معنى صحيح ولكن المعنى الصحيح بعيد لا يأتي في ذهن السامع، وتحتمل معنى قريب وهو غير الايه؟ غير المراد، ولكن هو الذي يأخذ ايه؟ يفهمه السامع. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحرب خدعة. شوف عملها لك إيه في الرواية الأولانية، قال لك خدعة، والرواية الثانية قال لك خدعة في التشكيل، عشان يقول لك إن الاثنين جائزان، ممكن تقول خدعة ممكن تقول خدعة ممكن تقول خدعة بفتح الدال كمان. باب يعني اللغة مش مشهورة، لغة غير مشهورة، خدعة دي اللغة العامية بتاع المصريين جاية من الخداع، لكن هي ايه؟ خدعة، خدعه خدعة، مش خدعه خدعة، خدعه خدعة او خدعة. لكن لغات العرب ممكن تدور تلاقي لغة مثلا ايه ضعيفة كده بعيدة تنفع الكسر فيه.
واخد بالك، ويكون هي اللي تبناها المصريين في لغتهم العاميه، بتبقى خدعه. فالمصريين يقول لك خدعه، تملي يكسروا الخاء. لكن على اي حال اللغه الفصيحه بالضم او الفتح. باب كراهه تمني لقاء العدو والامر بالصبر عند اللقاء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب ان يعرض الانسان نفسه للفتن، ولا شك ان الحرب فتنه قد لا يتحملها الانسان، قد يجرح فيشتد المه ولا يتحمل الالم، وقد يصاب بعاهه يعيش طول عمره عنده عاهه مستديمه، وقد يموت احبابه ولا يتحمل فراقهم، وقد لا يتحمل وقع القتل امامه فيجن مثلا ولا يتحمل هذا ويفقد صوابه، فهي الحرب، او هو نفسه قد يموت وتنتهي حياته. فلا شك ان الحرب فيها مآسي ومعاناة شديدة، والرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فأمرنا لنا ألا نتمنى لقاء العدو، لأن السلام لا يعدلها شيء، لكن إذا اقتضت الأمور فعلينا بالثبات والصبر والاستعانة بالله وكثرة ذكر الله والشجاعة والإقدام إذا فرض الله علينا هذا. لكن نحن لا نعتدي ولا نبحث عن الحرب، ولكن إذا جاءت رغما عنا فعلينا بقى في هذه الحالة الثبات والإقدام والشجاعة وتوفية ذلك كله. باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. وعن أبي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزمي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره. الحرورية اللي هي الموقعة التي واجه فيها سيدنا علي بن أبي طالب الخوارج في وقعة الحرورية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم. مالت الشمس يعني ينتظر لحد ما بعد الظهر بشوية كده، لأن كان زمان الحروب أيام النبي صلى الله عليه وسلم مع غروب الشمس تنتهي، وبعدين تاني يوم يكملوا الحرب. يعني متعلقة الحروب كلها في النهار، أول ما الظلام يجي خلاص كل جيش يرجع مكانه ويناموا، يجي تاني يوم اما يطلع النهار يرجع يحاربوا بعض تاني. كانت نظام الحروب كده القديمة، اللي هي كانت حروب فيها مواجهات وسيوف وحاجات كده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر اما يعدي جزء كبير من النهار عشان يحارب مدة اقل حتى لا تراق الدماء كثيرا. دي من رحمة النبي في حروبه، فلا يختار مدة طويلة يحارب فيها الناس فيستحر القتل صلى الله عليه وآله وسلم. فكان ينتظر حتى تميل الشمس، يعني تبتدي خلاص حتى تميل كده، يعني بعد صلاة الظهر بشوية يبدأ الحرب صلى الله عليه وآله وسلم. كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يبقى من ضمن أسلحة المسلمين في الحرب الدعاء، وده سلاح أقوى سلاح، الدعاء مع الصبر والثبات والإقدام. لكن لا ننسى الدعاء، فالدعاء سلاح قوي.
باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. النبي قال اقتلهم؟ ما قالش اقتلهم، قال اهزمهم وزلزلهم. يعني ايه؟ يعني اجعلهم يخافون من المؤمنين، ألق الرعب في قلوبهم، اللهم خزلهم عنا وابعدهم عنا حتى يأخذوا فرصة أخرى لمراجعة أنفسهم فيهتدي منهم من يهتدي ويقتل منهم من يقتل بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حتى في دعائه رحمة. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث خالد غير أنه قال هازم الأحزاب ولم يذكر قوله اللهم. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن إسماعيل بهذا الإسناد، وزاد ابن أبي عمر في روايته مجري السحاب. وعن أبي قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول يوم أحد اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. قال كده يوم أحد وقال كده يوم بدر برضه، فهمت؟ قال يوم بدر نفس الكلمة دي وقالها أيضا يوم أحد، اللهم إن تشأ يعني إن تشأ فتهزم هؤلاء المؤمنين الذين معي لن تعبد في الأرض، لأنه هو خاتم النبيين، فإذا هزم من معه وقتل هو صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص ما فيش نبي بعد، يبقى لا يعبد في الأرض، فهم؟ اللهم إن تشأ لا تعبد في الأرض. باب تحريم، وده صيغة الدعاء على فكرة، يعني كأن الله والله يريد أن يعبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني كأنه بيسأل الله بما بمراده من خلق إنه ينصرهم حتى نعبدك يا الله، فهم؟ يعني هي صيغة تدل على الدعاء وإن كانت ليست دعائية في صريحها، إلا أن معناها دعائي، فهم؟ باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. وعن أبي قال أجمعت الأمة على عدم جواز قتل النساء والصبيان في الحرب، ويستثنى النساء المحاربات فيجوز قتلهن. يعني افرض جالك جيش في نساء محاربات زي جيش اليهود بتاع اليومين دول، يعني في الجيش اليهودي محاربات نساء ومعهم أسلحة، يبقى في الحالة دي يقتلوا لأنهم صاروا محاربات. أما لو كانوا نساء غير محاربات يبقى لا يقتلوا، لا يجوز قتل النساء، وكذا الصبيان، وكذلك طب الشيوخ الكبار بمذهب الشافعي يجوز قتلهم لأنهم أهل رأي فيستفيد الشباب برأيهم، فالشافعي قالوا يقتل الشيوخ منهم. لا، إذا كانوا أهل رأي، إذا كانوا أهل رأي ومكيدة، فهم؟ والمالكية والأحناف قالوا لا يقتل الشيوخ لضعفهم، لكن يمكن يؤسروا، والشافعية أجازوا قتلهم إن كانوا من أهل الرأي، فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي
فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء والصبيان. باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. البيات انك انت تغير على العدو ليلا في الظلام، يقول لك بيته يعني اغار عليه ليلا، وصبحه يعني اغار عليه نهارا. وعشان كده في القرآن بيقول لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهل، في سورة ايه؟ سورة النمل. لنبيتنه واهله يعني لنقتلنه ليلا. وبعدين يطلع النار يقولوا ايه ده، مين اللي قتله؟ هم اللي قاتلين. فهمت؟ يبقى ايه التبييت؟ هو الاغارة على العدو ليلا. فاذا اغار المسلمون على عدو ليلا فقتل بعض النساء والصبيان في الظلام، في الظلام دون ان يروا، يعفى عن ذلك، يعفى عن ذلك بسبب شدة الظلام، لكن لا يتعمد. واضح؟ باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. والبيات قلنا الإغارة ليلا في الظلام، وفي الظلمة لا تستبين. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون. الذراري عن الصبيان الأطفال، الذراري الصبيان والنساء. عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم، يعني حكمهم حكمهم، يعني يأخذوا حكم ايه؟ آبائهم الكفار. هذا من حيث ايه؟ القتل بغير تعمد، لا من حيث مآلهم في الآخرة، لأن صبيان الأطفال الذين ماتوا فيها ثلاث مزايا. الصبي يعني الطفل الذي مات وأبواه كافران قبل الحلم، هل يكون في النار ولا يكون في الجنة؟ خلاف، وفيها ثلاث مذاهب. مذهب قال هم في النار تبعا لآبائهم، لأن النبي هنا قال كده، ولكن الراجح النبي هنا لا يقصد مآلهم في الآخرة ولكن حكمهم في الدنيا. كويس؟ والحكم الثاني والمذهب الثاني هم في الجنة. كويس؟ وهذا هو الراجح لأنهم غير مكلفين، ماتوا قبل التكليف. وفي مذهب ثالث هم حيث يعلم الله إن كانوا كبارا ماذا يختارون، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيوب، فالله يعلم إذا عاش هذا الصبي حتى يكبر ماذا يكون مآله، فيعطيه على حسب مآله. ده المذهب الثالث. والراجح أنهم إيه؟ ناجين. الراجح أنهم ناجين في الجنة، وأنهم كانوا النبي رعاهم حول سيدنا إبراهيم في الإسراء والمعراج، وقال ووجدت إبراهيم حوله أبناء الناس، يعني أبناء الكفار. فهمت؟ في الإسراء والمعراج. فدل على أنهم يدخلون الجنة ولكن في صورة صبيان، لا في صورة بقى سن 33. فهم؟ والله تعالى أعلى وأعلم. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين. قال هم منهم، يعني حكمهم حكمهم، يعني في إيه؟ في القتل لا في المآل. واضح؟ طالما بغير تعمد. لا، الولدان المخلدون دول دول في الجنة. لا لا، دول زي حور العين كده، دول مخلوقات خلقها الله في الجنة لخدمة المسلمين المؤمنين. كويس؟ وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابن شهاب
أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال: هم من آبائهم. يعني حكمك حكم آبائهم. باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. كان سيدنا أبو بكر الصديق مذهبه أن لا تحرق الأشجار في الحروب، وكثير من الصحابة، وأجازه جمهور علماء المسلمين المذاهب الأربعة أجازوا ذلك، واستدلوا بفعل النبي في إيه؟ في بني النضير، أنه حرق. سيدنا أبو بكر قال ده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لكن باقي العلماء قالوا لا، ليس خاصا بالنبي، ولكن لنا أن نحرق بعض الأشجار تخويفا لهم وتضييقا عليه، تخويفا لهم وتضييقا عليه. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حاء قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرق نخل بني النضير اللي نزلت فيهم صورة الايه؟ الحشر. ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله. صورة الحشر، اللينة اللي هي النخلة الصغيرة. حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، البويرة ده المكان اللي ايه؟ اللي كان فيه نخل بني النضير، المكان اسمه البويرة. زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما: فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يعني بإيه؟ بإذن الله، يعني بأمر الله. وعن أبي قال: حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري قال: حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، ولها يقول حسان، حسان بن ثابت يقولها شعرا: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وهان على سرات بني لؤي، يعني أشراف وصناديد وشجعان بني لؤي، يبقى السراء هم الصناديد الشجعان الأشراف، يقصد بهم قريش اللي هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين يعني. وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وعن أبي قال: وحدثنا سهل بن عثمان قال: أخبرني عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخل بني النضير، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وإن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وتقبل ذلك منا يا رب العالمين، واجعلها أيام خير وبركة علينا وعلى سائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أكرمكم الله.